الصيانة مطلوبة. احنا جرت العائدة العادات في العائلات الجزائرية، مثلا الطابونة التويو المغذي، يعني تويو الابيض، كاين اللي 15 سنة 20 سنة ما نحاهاش، ربما الامهات هم يشاهدوا فينا. حقيقة هذه هضرنا مع بعض المواطنين، قال لك والله صح، حتى يوقع الا انه عنده مدة الصلاحيات تاعو. وهنا المشكل وين؟ انه الغاز الطبيعي غاز المدينة يبدا يتسرب خاصة في نهاية الأسبوع، وين يكون العائلات الجزائرية غايبة، وبمجرد أنه يدخل الغرفة تاعو يروح مباشرة يشعل الإنارة، وهذا هو المشكل الأساسي، أو يستعمل الهاتف. وسجلنا عدة من لاماس هذيك اللي تضرب، سجلنا عدة انفجارات، يعني فيه وين ماتوا أشخاص، وفيه وين احترقوا، يعني حروق من الدرجة الثالثة للأسف الشديد، الأخطاء طبيعية، بالرغم أنه نبهنا للغاز، إذا كان شميت رائحة الغاز أعرف باللي راه المشكل، افتح النوافذ، افتح الباب، ما تروحش تستعمل الهاتف ولا تستعمل الاناره، لانه بمجرد انه تشعل اللومبا الحجم تاع الغاز يكون داخل الغرفه. وحنا الطبيعه في الجزائريين اننا نغلقوا كل شيء، كل شيء اذا كان خرجنا حتى الشروفات لبالكون استعملنا الالومنيوم، صح استعملناهم ونغلقوهم، لانه احنا اذا كان حابين الاسر الجزائريه تعيش حياه سعيده، التهويه، 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 البرد عمره ما اختل، هي تهويه صغيره تفي بالغرض.